ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن مخاطر التدخين بالنسبة لمرض الكورونا. طبعا في ناس كتيرة جدا اتكلمت عن مخاطر التدخين والامراض اللي بيسببها، وهي طبعا كتيرة جدا، لكن النهاردة هنتكلم عن التدخين بشكل عام، كل وسائل التدخين، يعني السجاير، الشيشة، السجاير الالكترونية، الفيبينج، ازاي بيأثر على المناعة بتاعت الجسم وممكن ان هو يؤدي للإصابة بمرض الكورونا. يلا بينا. الرئة من جواها في القصبات الهوائية في عندنا حاجة اسمها السيليا. السيليا دي عبارة عن شعيرات بتدفع الأتربة والأدخنة او اي جسم غريب بيدخل فيها بتدفعه لبره، ده في الوضع الطبيعي. لما بيدخل الدخان الرئة، الدخان بيؤدي لأنه جسم غريب، فبيؤدي لتحفيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، فبتيجي خلايا اسمها نيوتروفيلز. النيوتروفيلز دي بتيجي وبتبدأ الرد لجهاز المناعة، وبتبدأ في بدء عملية الالتهاب بتاع القصبات الهوائية، وبالتالي مع زيادة عدد كرات الدم البيضاء اللي بتندها النيوتروفيلز، فبيبدأ يظهر عندنا المخاط اللي هو دايما بيكون موجود بشكل كبير عند المدخنين بشكل عام. والمخاط ده بيغطي القصبات الهوائية وبيغطي الشعيرات اللي المفروض ان هي تدفع اي جسم غريب ان هو يدخل. بالتالي المدخنين بشكل عام، سواء كانوا بيدخنوا سجاير او شيشة او سجاير الكترونية او فيبينج، هما اكتر عرضة انه لما يصابوا بمرض الكورونا انه يكون عندهم الحالة خطرة جدا وبشكل اسوأ بكتير من الشخص العادي، لانه في اصلا التهاب موجود في الرئة. ومرض الكورونا من اخطر الاعراض بتاعته هي الالتهاب الرئوي او البنيومونيا، وبالتالي بتكون الاعراض عليهم شديدة جدا. يعني مثلا على حسب مركز الدراسات والبحث في التحكم بالمنتجات التبغية او التبغ في سان فرانسيسكو، في دراسات اتعملت حتى على السجاير الالكترونية، تم تعريض بعض الفئران دخان السجاير الإلكترونية، ووجدوا انه نسبة تعرض الفئران دي لفيروس الانفلونزا A اللي هو اللي بيسبب الانفلونزا، وبكتيريا ستريبتوكوكس نيومونيا اللي بتسبب الالتهاب الرئوي عالية جدا مقارنة بالفئران اللي لم يتم تعريضهم لدخان السجاير الإلكترونية. وكمان في دراسات تانية في الصين عن المرضى اللي أصيبوا بمرض الكورونا، إنه كان عندهم نسبة 14 مرة أعلى من إن هم يجيهم مرض الكورونا من الناس اللي ما كانش عندهم تاريخ في التدخين. وكمان في دراسات بتقول إنه عدد إصابة الرجال أكتر من عدد إصابة النساء كان في الصين، وده بيتناسب مع نسبة المدخنين لأنه نسبة التدخين في الرجال أكتر من النساء في الصين. وبالتالي بشكل عام بكل أشكاله التدخين، سواء كان تدخين السجاير أو الشيشة أو السجاير الإلكترونية أو الفيبينج، بما أنه بيأثر على الرئة بشكل مسبق، فده بيزود الريسك أو الخطورة بتاعة الإصابة بمرض الكورونا، سواء كان تدخين مباشر او تدخين سلبي، لان التدخين السلبي برضو بيدخل الدخان بتاع السجاير للرئة بتاعة الناس التانية اللي بيكونوا موجودين حوالين المدخن، وبالتالي بيزود برضو خطورة اصابتهم. فرجاء انه الناس تمتنع عن التدخين بكل اشكاله علشان تقل نسب الاصابة ويتم التحكم في انتشار المرض بشكل جيد. في النهاية بنتمنى الشفاء لكل مريض، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة. شكرا لكم، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.